وأنا سي بالقسم، مرحبا بك أخويا. شوف لنا ترى الصوت بالقسم، ربي يعيشك. عبد الرحمن علي ليه ليه بركة، خلي يطلعوا معنا خاوتنا. ها الحمد لله على فضل ربي سبحانه. سلام محمد الهادي، عبد الهادي، وعليكم السلام عاشور. تحية اخويا الرجال العشرية السوداء، اخويا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، بدي زويت بلسيس بدي زويت. عثماني بالقسم، معليش يا بالقسم، استناو واحد 10 ثواني برك يطلعوا معنا خاوتنا بالقسم، بارطاجيو اللايف بالقسم. معلومه رسميه يا جماعه، وما كانش دركا ما بقاتش تاع هاي، ما بقاتش تتخبى الحكايه دركا، ما بقاتش تتخبى وما بقاتش حاجه تاع سريه. واللي يقول لك البرقيه ما هبطتش اخويا، اللي يقول لك البرقيه ما هبطتش اخويا، نتحداها انا، زور على النبي نتحداه. هاي يا خاوتي اللي يقول لك البرقيه ما هبطتش، هاي واسمع، وما كانش 18 بلس 6 18 شرطه درك. اسمع اللي يقول لك وما كاش منها اخويا، اللي يقول لك ما كاش منها يقول له راه سقسي بوليسي، واول من سمعوا بها سمعوا بها البوليسيه. هايس هاي يا سيدي، اجمع لي قال لك ما كاش تسويه، يبقى بركه كاينه حاجه واحده زيدوا نتحققوا منها، اسكو دفع المستحقات تبدا من اوت ان شاء الله ولا من وراء الانتخابات هذه. يا رانا جماعه صدقوني بالله كاينه جهات نافذة، كل واحد وش يقول، كاين اللي يقول لك تبدا من اوت، وكاين اللي يقول لك من وراء الانتخابات. هذه هذا وش بقى مازلنا نتحققوا منها، وكاش ما نجيبوا نسخه من البرقيه بربي ان شاء الله. وما يكذبش عليك يقول لك 18 ما يديوش ومنا هاي بكل الفئات اخويا الاحتياط 18 بلس 6 وجماعه 18 هايس. ها درك شعلها اخويا، ها درك شعلها الفيميجان، خلي تجينا مع المستحقات خير. ها خلي نجيبوا خلي نجيبوا علينا البرقيه هذه اخويا، يزيدوا يشوفوا رجال يزيدوا يجيبوا لنا نسخه من البرقيه اللي هبطت. وواحد ما يقول لك اسمع اسمع اللي قاعد تقول لي ما تجيش تحاجي لي انا، روح سقسي يا اخويا، روح سقسي درك المعلومه عندك، البرقيه مشي حاجه درك مشي حاجه سريه. في ميجانا وراه نديروا لها جروب ونشعلوها مع ولاد عنابة بربي ان شاء الله. ها يا سيدي البارح برك نحكيو عليها احنا بربي ان شاء الله مع ولاد عنابة شعلوها في ميجان. ها يا سيدي ونديروا سهرة غولة بربي ان شاء الله. ان شاء الله ابو القاسم وك معروض ابو القاسم. وبربي ان شاء الله معروض ولا نعيطوا لخونا. هاي البارح برك نحكيو عليها انا وفيصل عوادي، والله البارح قلنا له حللنا حللنا المحل هذاك اللي جمعنا فيه المره اللي فاتت، ونديروا لها قعده غولة ونشعلوا لها الفيميجان اخويا. ها بربي ان شاء الله اخويا، حتى المشطوبين وتحيه للمشطوبين، او نسينا نكتبوهم برك، او قلنا بكل الفئات اخويا تسويه شامله. اسمعوا برقية ما كان فيها حتى حكاية، أو ما كان فيها حتى حكاية، ويحيى عبد المجيد تبون، اقعد قول له منشر وتصور أنتم ما لا تعلمون، اقعد ابعد في السلفيات تاعك أنت، أقسم بالله العلي العظيم البرقية هبطت،
واحد ما يكذب عليكم يا جماعه، وبكل الفئات، قدماء الجيش، الشرطه، منا الدزويت. صح ريحي، يا خويا شوف شوف اسمع، حنا اللي يلحق من دركا الحاضر يبلغ الغايب. أنا قاعد نقول لك ما بقاتش تاع يقول لك اي برقيه ما هبطتش، ما بقاتش تاع يقول لك اي البرقيه ما هبطتش، او البرقيه هبطت يا خويا، البرقيه هبطت وراهي تسويه لجميع الفئات. مجندي العشريه والطوارئ بكل الفئات، شرطه، درك، جمارك، 18 بلس 6، 18 بلس دبل زيرو، مشطوبين. وقال لك راه يعيطوا بالطرف بربي ان شاء الله، يعيطوا بالطرف بربي ان شاء الله. هذا ما راح نقول لكم اكثر من هكا يا خويا، احنا بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله نحاولوا نتحصلوا على البرقيه هذه، لانه درك مادام هبطت بربي ان شاء الله حاولوا كش ما نطيحوا في النسخه. لكن قدرنا هذه الامور هذه تعرفوا وزاره الدفاع وتعرفوا القوانين وتعرفوا الامور هذه، ولكن احنا من مصادر سقسينا قال لك يا خويا البرقيه ما عم بالهم به، روح سقسي اي واحد شرطه، بركه الشرطه اول من سمعوا به هم الشرطه. زيد واش راح نقول لكم، واللي كان قاعد يقصي واللي يقول لك او فلان وملا ما فلان وفلان وما فلان، اخويا اللي قاعد يقصي، اللي قاعد يقصي قول له ما كان حتى يقصى رئيس الجمهوريه والدوله الجزائريه راح تسوي الفئات كلها اخويا، كل واحد حاله بحاله. هاي دركا دركا تبقى بركه تفعيل هذه تاع دفع المستحقات، دفع المستحقات إذا كان في اوت تبدا من اوت ان شاء الله ولا منا، هذا هو الامر اللي قاعدين نتحقوا، لانه قاعد نقول لكم باللي يا ناس رم جهات نافذه مش حاجه نهضروا درك شي ما يتخبى وشي ما راح يخافوا منه. كاين جهات يقول لك قدره المستحقات من اوت تبدا دفع المستحقات، وكاين اللي يقول لك وكاين اللي يقول لك من 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 وراء الفوت. هذا هو واش راح نقول لكم، اللي يقول لك ما كاش تسويه خويا ها هو زوه هنا خويا، ونعت لي انت خويا وين هي ما كاش تسويه، هاني هدرت لك واش كان يا رضا. ها قلنا لكم خليو يطلعوا معنا خاوتنا ولا لا، قلنا خلي يطلعوا معنا خاوتنا خويا، نزيدوا بربي ان شاء الله نزيدوا نحكيوا لهم. او دفعات اخويا، او قاعد نقول لكم يا جماعه 18 بلس 6، 18 بلس 6 و 18 دبل زيرو اخويا، او ما كانش واحد ما مقصي، وفيها الشرطه وفيها الدرك وفيها الجمارك، ها فيها موقع قدماء الجيش، وهو كاين اللي قلنا لكم يا جماعه قدماء الجيش، او كاين اللي عاودوا عيطوا لهم دفعوا الملفات عشان الرابال وتعويضات نتاعهم. البرقية قسما بالله العلي العظيم هبطت. ها يا سيدي، اي بكل الفئات، بجميع الفئات. اللي كان يقول لك دركا باللي اي والله ما كاين تسوية، واللي كان يقول لك اي والله ما كان، واللي كان يقول لك منا خويا بين لنا خويا بين لنا بين لنا كل حنشي بين طوله درك، ما بقات حتى هدرة. انا حنلموا عنابة، احنا جماعة عنابة نلموا الكلو تاعنا بربي ان شاء الله، ونحتفلوا بها ونشعلوها بالفيميجان بربي ان شاء الله. هذا ما راح نقول لكم، ومبروك عليكم. واحد ما بقى يقصي دركا، واحد ما بقى يقول لك جماعه الدزويت بلس دبل زيرو وهذوما اللي قاعد يقول لك كما والله من حقك حتى انت عندك تسويه. هذا ما كان. اقعد تقول له اللي قاعد يصور في السلفي واللي قاعد يقول لك اي والله ما كاين تسويه واللي قاعد يقول لك للساعه والله ما كان شيء، يدكم ربي وينفد فيكم بربي ان شاء الله. يدكم ربي سبحانه وينفد فيكم. هاي وهو العنابي يتحمل المسؤوليه، اللي يقول لك باللي البرقيه ما هبطتش يا خويا، هاو العنابي بوشو قاعد يهدر ويبشر فيكم بوشو. هو واش راح نزيدك اكثر منك؟ هاي يا
واسمع وزيد نقول لكم برك بين قوسين، بين قوسين هو ما جابهاش العنابي يا خويا، هاني والله ما جبتها والله ما نسالفها على انا قال اجمل بالك، حنا عاوننا درنا وصلنا صوتنا وصلنا باللايفات نتاعنا، حاربنا للناس الانتهازيين هذم اللي يحبوا يركبوها، اللي يحبوا يركبوا لكم بها الموجه ويديروا لكم بها حمله، ولي هذم كل سيبو دخلوا في حي تحرش درك سيبو خويا، هذا مكان اخويا. وكتر خير الرجال، رجال الخفاء والرجال الشرفاء في الوطن هذما، الله يبشركم بالخير بربي ان شاء الله، وتحيا الجزائر ويحيى عبد المجيد تبون. ها يا سيدي ويحيى عبد المجيد تبون. اقسم بالله العلي العظيم البرقية هبطت يا ولي، يعرف واحد من الشرطة برك يا خويا، وقاعد نقول لك شفت لي ما عندكش متمرون ترى تجيبها ولا تسقسي ولا منا، روح سقسي واحد في الشرطة برك، ما كانش لابوليس اول من سمعوا به، سمعوا بها لابوليس سي بون. والدولة الجزائرية قال لك والله ما نقصيو حتى واحد، وانا والله العلي العظيم ما عندي فهل انا قال اجمل وما نحتاج منها والو، ها يا سيدي والله ما نحتاج منها والو، هذا واش راح نقول لكم. بارطاجيو اللايف اخويا وفرحوا خاوتكم، وبربي ان شاء الله اخويا لا كان الدوله لا كان بدات هذه دفع المستحقات وبدات يعيطوا بالفئات اخويا، ومنا يا معليش يا اخويا انا المهم، المهم البرقيه تاع التسويه بجميع الفئات راهي نزلت اخويا للنواحي، واللي يكذب عليك يقول لك راهي ما كانش اخويا نتحداها، انا اقول لهم العنابي اللي قال روحوا قولوا المجهول الهوية دركا روح اشطح بالمحارم، وروحوا قولوا لسمرة دركا روح روح صوم ثلاثة أيام يا خبيث اه يلي خنت الفئة، وروحوا قول لهم قال لكم العنابي هون هي والله ما كاين تسوية. ها يا سيدي وين هي اللي يقول لك والله ما كاين تسوية، وكاين امور وكاين امور الله غالب ما قدروش يقولوهم لنا، كاين امور كبيره بربي ان شاء الله من وراء الانتخابات اخويا، من وراء الانتخابات درك تزيدوا تعرفوا برشا حوايج من وراء الانتخابات، هذا واش راح نقول لكم انا. كاين امور ما هي تاع لايف ما هي تاع تليفونات، من وراء الانتخابات كاين ناس عندها ما تشوف بربي ان شاء الله، هذا واش راح نقول لكم. ومبروك عليكم التسوية بجميع الفئات. ها يا سيدي. واللي يقول لك قسما بالله، اللي يقول لك باللي راهي البرقية ما نزلتش اخويا، اي روح يشكي بيا اخويا، روح يشكي بيا. ما بقاتش اسرار درك. سقسينا احنا من الناحية القانونية، يا ترى البرقية ذيك هبطت كي نهضر باللي هبطت البرقية، يا ترى قاعد تمد في اسرار الدولة ماكش تمد في اسرار الدولة. رانا نبشروا اخويا يحيى عبد المجيد تبون وتحيا الدولة الجزائرية، هذا ما نقول لك انا، ويحيى عبد المجيد تبون، واللي كان يقول 18 دبل زيرو وما يديوش هم داو. روحوا شوفوا درك اللي كان يقول لكم حملة انتخابية واللي راحوا يديروا في مبادرة واللي قاعد يقول لكم ما كان والو، اه واللي كانوا يقولوا لكم والله ما كان شيء للساعة هذه، وين هما؟ اه وين هما هذم؟ وين هما اللي قال لك والله ما كاين تسوية؟ ها روح درك اخويا البرقية هذه البرقية يا يكون نعرف نباصي عليها نجيبوها من تكون بربي ان شاء الله. ها يا سيدي. باش الناس هذوما اللي قاعدين يكذبوا في عبد المجيد تبون، واللي قاعد يكذب في الدولة الجزائرية، واللي حاب يصغر الدولة الجزائرية قلبها قدك. ها ويصغر وزارة الدفاع، واللي قاعد يقول لك للساعة هذه والله ما كان شيء. مبروك عليكم التسويات 18 بلس 6 ومبروك عليكم ال 18 ومبروك اخويا على جميع الفئات. ها يس ومبروك على الشرطه ومبروك على جمارك، مبروك عليهم الكل. ها يس
ها واش راح نقول لك الشيخ ميلود، يا الشيخ ميلود روح سقسي اي واحد تعرفه برك الشيخ ميلود في 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 ولايتك، اي واحد تعرفه من الشرطه ولا منا روح سقسيه كل ما يقول لك شي هبطت البرقيه اخويا قالوا الزو اخويا او الزو كذاب. هاي واش راح نزيدوكم اكثر منك، واش كان بركة قولوا لي بركة انا في هذه القضية كاملة، وشي اللي يخلي الناس تسبني مثلا، ولا الناس تكتب عليا، ولا يقول لك او قاعد يكذب عليكم ولا من هاو قبل الانتخابات نزلت البرقية تسوية شاملة لكل الفئات، دفع المستحقاتكم تعرفوا الدولة تاع بلادكم يا اخويا. درك نقول لك تبدا من اوت من غدوة من بعد غدوة تبدا من وراء الانتخابات، درك تبان بربي ان شاء الله، درك نزيدو كونفيرميوها بربي ان شاء الله، زيدوا كونفيرميوها بربي ان شاء الله. هو واش راح نقول لكم، روحوا شوفوا اخويا، روحوا شوفوا اللي يقول لك اخويا لكن لقيتوا بلي البرقيه، اللي يقول لك بلي البرقيه ما هبطتش وبلي ما كاش تسويه ل 18 بلس 6 وما كاش تسويه ل 18 وما كاش للشرطه والدرك والجمارك وهذوما اخويا، ارجع العون زهير قول له راك كذاب. هذا واش راح نقول لكم، هذا واش راح نقول لكم. وقال لك راه يدفع المستحقات، يبداو يعيطوا بالفئات اخويا، يبداو يعيطوا بالطرف. هو واش راح نقول لكم، وقلنا لكم راه كاينه مفاجاه ولا لا، قلنا لكم رانا مجدين لكم مفاجاه ولا لا، قلنا لكم والله كاين تسويه ولا لا، قلنا لكم باللي راهي والله تخرج تعليمات وتخرج تعليمات من وزاره الدفاع وباللي رئيس الجمهوريه والله ما يطيح كلمته ولا لا. وين هي هذرك؟ وين هما اللي كانوا يقول لك والله ما كاين والو للساعة هادية؟ وينو مجهول الهوية؟ وينك مجهول الهوية؟ هاني قاعد ندير أنا، هاني قاعد نهدر بوجهي أنا. هاني قاعد نهدر بوجهي. روح اثبت لي أنت باللي البرقية والله ما هبطت. هاي يا سيدي. روح اثبت العكس. ويحيى عبد المجيد تبون. زيد. الحمد لله يا ربي ما اسحقوا منها شيء، نحتاجوا منكم دعوة خير برك، والله نحتاجوا منكم دعوة خير برك. هذا وش نحتاج انا، ما نسحق يا خويا، انا ماني مثل الفئة، ما عندي من دير بها، والله ما يشرفني مثل مجهول الهوية، والله ما يشرفني مثل انا هذم الاوباش هذم، والله ما يشرفني انا نمثلهم. انا الحمد لله يا ربي يا خويا، انا الحمد لله يا ربي انه كي الدولة الجزائرية نصفت الفئات ونصفت مجندي العشرية وجميع من خدم في البريود تاع العشرية السوداء كسوة شرطة ولا درك ولا جمارك ولا 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 حرس بلدي يا خويا، هذه راهي حاجة، هذا راهو خير تاع الدولة الجزائرية وهذا خير تاع رئيس الجمهورية. واش راح نقول لك؟ هاو لاخر دقيقة، لاخر دقيقة حنا نبحثوا على المعلومة ونتصلوا ونحوسوا على الرجال وقاعدين نبحثوا على المعلومة ونبحثوا على الرسمي والناس قاعدة تدير في السلفيات، هنا عتلي في الوقفات نتاعو أنا. شفتوا الخوانة ولا لا؟ لاخر دقيقة يقول لك في بيت الدبور والله ما كان شيء. لاخر دقيقة يقول لك والله في بيت الدبور والله ما كان شيء، وحنا كنا نحلفوا وقلنا لكم والله كاين تسوية، وكنا نقول لكم والله ما كاين إقصاء، وكنا نقول لكم بربي إن شاء الله واحد ما يقول 18 ما يديش ولا 18 بلس 6 ولا من الدولة الجزائرية هي اللي راه تسويك، وعبد المجيد تبون اللي راه يسويك. هاي دركا واش ربحتوا؟ واش ربحتوا بركة كي قاعدين تسبوا في الزو؟ هاي فهموني بركة. واش درت انا سرقت لهم من مالهم؟ هاي قلت لهم خلصوني. جيت قلت لهم منا نحلف بربي نقول لك والله كاينة تسوية وباللي والله العلي العظيم باللي الأمور ثم تجي من عند وزارة الدفاع وتجي من رئيس الجمهورية. روحوا شوفوا كون تظهر البرقية ما هبطتش أخويا. انا واحد من الناس اخويا نخرج ندير لايف ونقول لكم انا هو الكاذوب الكبير. هاي يا سيدي. هاي طلعتك ابو صهيب.
صوت راه ما كاش زهير زهير وعليك السلام اهلا بك اهلا بك اخويا مرحبا بك ابو صهيب واش راك لاباس والله لاباس يعيشك عاود غير مستقبل نقول السلام عليكم وعلى جميع الفئات ما هدرها ربي والقياده ان شاء الله فهمتني انا حبيت نطلع معاك وراني كنت محظور طلع على بالك ثاني يعني قد طلعت معاك ليله نسكن في المجتمع راه كل ما نقدر نطلع حتى مع واحد حساب تاعي ذا يا خويا احنا نقول لك بارك الله فيك راك نورت الجماعه وهذا الشيء راك خدمته كما يقول لك خدمته متطوع ونشكرك عليه فهمتني ها هذه اسمع فيا راني نسمع نسمع فيك راني نسمع في خويا اللي كيهضر واحد نسمع له انا يا ابو صهيبه فهمتني راني نسمع فيك نسمع فيك يا ابو صهيبه انا والله حبيت اطلع معاك اكتب فيا يا خويا انا نحلف لك بربي قلت لك البرقيه راهي نزلت بارك الله فيك و... اسمع ومبروك عليكم ان شاء الله ومبروك علينا وعلى خاوتنا كل انا معاك انا كثر خير الدوله الجزائريه وربي يعيش وكثر خير عبد المجيد تبون يا خويا ماشي بكذبك ما عنديش عليك ولا ليش بكذب عليك ماشي بكذبك ماشي بكذبك والله ماني بكذبك هذه حاجه راك تعرفها والله لا يا خويا ربي يحفظك الصوت تاعك وقاعد يتقص شويه اللي ماشي شويه بكربتي يعطيهم الصحه ياخذ مخدمته برك باش يسمعوك قول لهم بارك الله فيكم قال خدم مخدمته فهمتني اسمع لي اسمع لي او العشاء الصوت تاعي او العشاء قاعد زهير اخويا ابو صهيب يا ابو صهيب زهير او العشاء يلذن يا جماعه خلي الاذان الساعه او يلذن عندنا العشاء يا جماعه خلي يفوت الاذان بركه ونكملوا لا إله إلا الله.
الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة دم صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والوسيلة لا تخلف يا جماعة. المهم واش راح نقول لكم أنا، هذه راهي معلومة رسمية. الحمد لله يا ربي، كثر خير الرجال المخلصين في الوطن هذا، الرجال الشرفاء. البرقية يا جماعة راهي هبطت للنواحي كل، البرقية راهي هبطت للنواحي كل، وراهي شاملة لكل الفئات بما فيهم الديزويت بليسيس، الديزويت، الشرطة، لكل الفئات. اللي يقول لك يا جماعة، اللي يقول لك راهي ما كاش منها، والله نتحداه بوجهي أنا، أو أخ أضعف 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 الإيمان. أي واحد من الشرطة راه ما نتيريسي بها، أي واحد من الشرطة يقول لك راهي جاتنا، ما عم بالهم بها. اي واحد هذا واش راح نقول لكم. ومبروك عليكم يا جماعه، وخلي روح صليوا علينا العشاء، وما زاتنا بربي ان شاء الله. اللي غلطنا معاهم يسامحونا، بس هلي متعمدين قاعدين يغلطوا معانا راه وكيلهم ربي سبحانه، هذا ما نقوله احنا. والسلام عليكم.